السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة ديانة الأخشاب. إن شاء الله هذه الحلقة غادي نقوم بها بطريقة الخلط الماستيك سولولوزيك، يعني ماستيك هذه هي اللي كنقول ليها ماسية، هذه ماستيك سولولوزيك الشركة تاع كولورادو، مرة كنخدموا ديال الأطلس ومرة كنخدموا ديال كولورادو، هذه راها في الباج وأنا غادي نخدم بها، راها مزيانة في لاصاج، إن شاء الله غادي نوريكم فاش غادي نخدمها إن شاء الله وندير لكم شوية فيديو في الطريقة، وهو غادي تبقى هذه الحلقة خاصة بالطريقة ديال الخلط. هيا الإخوان، هنحط هذا كومبلي، هذا تقدروا تجلدوا به، تقدر تجلد به وتقدر تلقوا بحال مثلا أنا دوكا تلقوا بديليو، بين تسمعوا في شي فيديو أنني داير الماسية وسترجيتها بالماسية قبل، عارفوا بلي هذه هي الطريقة باش تلقنا. بعد ما خرجت الطاسه هذه كتكون ثقيله ان شاء الله، من بعد ان شاء الله نوريكم عاوتاني. انا ها نزيد نزيد الفيديو تقريبا نفس القياس، يعني تقريبا يعني بي كنخلطوا تقريبا كنعمروا هذه تقريبا يعني ماكسيموم هكذا، وكنخلط مزيان لان هي ما كتخلطش مزيان. يلا الاخوان انا غادي نخلطها، بعد ما غادي نخلطها غادي نوريكم على ما ندير. يلا تبعوا معايا ان شاء الله الاخوان، هادو هما اللي غادي نقوم لهم باش غادي نديرهم ديك الماسيه اللي خلطناها. ان شاء الله غادي نسرجيهم، غادي نختار واحد الفصاد ان شاء الله، غادي نسرجيهم وندير لهم الصباغه ديالهم ونوريكم الاخر ديالهم ان شاء الله. انا بديت الان، انا وريت لكم الطريقه ديال الخلط وان شاء الله بدي نطبق وغادي تشوفوا. المهم هما هادو عندي هنايا واحد الكميه ان شاء الله، المهم هادو كيجيو في السقف ان شاء الله، وراهم كاينين واحد اخرين ان شاء الله. المهم غادي الاخوان بعد ما تما نظفناهم مزيان ان شاء الله، هاي الخلطه ديالي اللي نجربها لكم. الاخوان بالنسبه للام دي اف سيرجي بلا بري حسن، لان الام دي اف كيشرب في الفصاد ماشي مشكل، هذه ماستيك سولولوزيك راه يقضي الغرض، عنده هو نفس التنكيس ديالو الام دي اف كيشرب ما كيبينلكش الصباغه، ضروري دير لابري.
الاخوان بعد ما انني انتهيت بلاصار بعد ما انني انتهيت بلاصار ان شاء الله الاخوان غادي ندير لهم واحد الترطيبه خفيفه ونضرب اللون ديالي صافي وندير واش ماط ولا بريو غادي نضرب لهم. يلا الاخوان نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.